أنا برأيي ما تكتفي برأي دكتور واحد وبس، الأفضل إنك تستأنسي برأي أكثر من دكتور، يعني لحتى تطمني منيح، كونسلتو يعني. مظبوط 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 نجيب، مظبوط معك حق. بس عمو نحن لازم نسوي هيك، لازم نروح على المستشفى نعمل تحاليل وأشعة وحتى كمان مرنان، ليش لا؟ يلا يلا جهزي لي حالك، خلينا نروح على المستشفى. يلا ما بدي اوقف بنوب، يلا يا جماعه. يلا وانا كمان هذا رايي، قومي. شو قلتي تيتي؟ يلا تيتي بشدك ولا تقومي لحالك؟ صدقوني يا جماعه ما في داعي لكل هالخطه. بتقومي لحالك ولا بحملك؟ شو تحملني هي؟ اعوذ بالله. طيب لكان هاتي ايدك، هاتي ايدك وقومي معي. مو قبل ما تعملي كبايه عصير، بركي بهوى فيها شوي بصير بقدر بقوم لحالي. مو على عيني، بس بعد كبايه العصير اذا ما بتقومي عن المستشفى باخذي غصبا عنك حمله. خلي عنك بابا، انا رح اعمل لك اصلا. لا ما رح اشرب كباية العصير الا من ايديك كريم. مو على عيني. يا جماعة انا للي مريضة ولا شيء، هي ليكني قدامكم مثل الاردة. عسلامتك مرت عمي. بقى حاجة تحلفوا تتمحلفوا وتطولوا وتقصروا لحتى تفوتوني مستشفيات وتعملوا لي تحاليل واشعاعات وفحوصات وقصص وصير مالنا فيها. عم حاكيكم ها القصة وما فيها هي كريم وأنا، فهمتوا علي؟ مرحبا نادية، شو الأخبار؟ من العادل ماشي الحال. كيف تيتي؟ هي كيف مرت عمي؟ إن شاء الله صارت أحسن. إن شاء الله أحسن. أنا فايتي أشوفها. لا لا حبيبتي لا، قبل ما تشوفيها بتفوتي بتسلمي على جده بالمطبخ وبتساعدي بكاس العصير لتيتي. إيه؟ يلا. إيه نادية قليلي، عم يدري بشي؟ لا هو على اساس ملتاش بضعفة ماما والشقيقة كلهم جوا، لذلك انا بقترح عليك عادل اذا بتفوت على المطبخ بتحاول تلهي زيادة لبينا ماما بس تفهم اللي قاعدين جوا شو صاير. ايه شو علي؟ عجبك؟ هي طلعت تلمة سكة فاضية. مرحبا عمي، بدك مساعدة؟ لا لا لا، جدو عامل عصير بس طلع ما في سكر. انا رايح اجيب شوي سكر. معلش عمي انا بجيبهم، انا بجيبهم، انا بجيبهم. عمي يا عمي ما في لزوم تروح تجيب سكر لانه اكيد عندكم سكر هون او هون، بعدين بالاساس ما في لزوم للسكر، امرت عمي حتى القهوه بتشربها بدون سكر. شو عمي؟ لوين العزم؟ مرحبا عادل. اهلا ابو مازن. شو عمي؟ على اساس جيب لك كاسه العصير لحماتي جوا، اي والله لو كانت طبخه اوزي كانت استوي. يا سيدي عم بدور على السكر ما لقيت سكر. ماما بتشرب العصير بدون سكر. يا عيني عليك، هذا حديثنا. على كل الاحوال في عنا تنكة سكر عسقيفة هلا بعبي منها اذا بدك. يلا نازل. عمي يا عمي وين رايح انت؟ خلاص ارتاح عود، هني بجيبوا سكر. انا اللي بدي اجيب كاسة العصير وبدي اشرب حماتكم بايدي. يلا منيح ماشي. حرام جدا، قديش رح يزعل لما رح يعرف الحقيقة. مشان هيك ما لازم يعرف بنوم. بس ما في شيء بضل مخبى على طول. بطوا صوتكم يا شباب. العمل يا جماعة أهم من كل شيء، وقبل كل شيء لازم تنشأ كل وراء النعوة تبع أبو رمزي. صح. ها ومين هو الفالح دخلك يلي بده يحفى وعم يدور بكل الشوارع ويشقشق النعوات عن الحيطان؟ وليش لحتى يحفى ويدور ويمشي على رجلي؟ هاي سياراتنا موجودة. سياراتنا؟ مين سياراتنا؟ برهوم ما وحق يا جماعة، فعلا نحن لازم نمحي كل أثر لوراء النعوة، على الأقل على الأقل بالشوارع المحيطة ببيت عمي. ايه شو استفدنا استاذ عادل؟ بركي عمك صمم وبتعرفوا انه هو عنيد وراسه يابس، صمم انه يروح يزوره لابو رمزي ببيته او بمحله. لك اسمع، نحن ليش موجودين هون؟ مو مشان نمنعه انه يروح ويكتشف الحقيقه؟ اسمعوا انتوا اثنين هلا بتنزلوا فورا وبتشقوا كل ورق النعوه اللي موجوده بهذا الشارع وبالشوارع اللي قفانا. ايه وكيف هي بتنشق بقى؟ لك كمان هي بدها تعلمي، لك يبدأ حريشك شو لكع وما بتعرف تساوي شيء بهالحياه، هلا انا جاي بطريقي شقشقت لي ست سبع وراق. خالتي ناوليني سطل المي على السريع خليني اتكسر. يلا دقيقة. وليش هيك دقك الحماس؟ ما عندنا وقت، جده ظرفه صعب ولازم نساعده. يلا يا شباب يلا 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 الخطوة الأولى حتى تفكروا بالخطوة الثانية؟ سيد نجيب نحن ما لنا عرفانين. أنت شو عرفان؟ شو رأيك؟ والله أنا شايف إن الوضع ضبابي والرؤية غير جيدة. يا عيني بس ان شاء الله ما يكون بده ينزل تلج. ها صحتين على قلبك.
يلا شدي حيلك لحتى اخذك على المستشفى. ما في داعي للمستشفيات كريم، انا صرت منيحه صدقني. حكي كثير ما بدها، قومي احسن لك، احسن ما احمل غصب عنك. ها هيك كان الشرط من الاول. والله انا صرت منيحه، معناتها لازم احمل. ايه اسمعوا على السمعة، شو تحملني انت الثاني؟ الك كان بدك اياني اكسر كلامي قدام اسرتي وبناتي. حتى بناتك واسرتك شايفيني صرت منيحه وما في داعي للمستشفيات ولدتها. من طول عمرها بتعتني بحالها وبتدير بالها على صحتها، وهلا وقت الجد الجد بطلت، حتى على المستشفى ما بقى بدها تروح. يا عمي مين فتح سيرة المستشفيات؟ ليش المستشفيات هلا؟ مرت عمي ما لها بحاجة لمستشفى. شوف الحقيقة هو يعني أنا اللي فتحت سيرة المستشفى، يعني قلت إنه كانت مرت عمي تعبانة فقلت تروح على المستشفى تعمل تحاليل واللي لازم يعني يصير مشان نطمن عليها، بس طالما هلا عم تقول إنه صحتها صارت منيحة خلص بعد في الجو. خلص عفوا لازم نصحح موضوع انه انا اول واحد لفت النظر بالنسبه للكونسيرتو، يعني هي فعلا هلا الحمد لله بخير ما بحاجه يعني. فعلا يا جماعه يعني انا حاسس انه مرت عمي منيحه الحمد لله البركه، يعني ماشي حالها وما بحاجه يعني. احسن شيء امشي. لوين عمي؟ لعند ابو رمزي. لوين يعني؟ دخيلكم دخيلكم الحقوه، اذا دري كريم انه رفيقه ابو رمزي مات بروح فيهم نخسره كلياتنا.